ستبدأ الآن عملية ضخمة ونوعية لكتائب الفاروق في القصير التابعة للجيش السوري الحر. هذه إحدى الدبابات التي سيطرت عليها كتائب الفاروق خلال معاركها الماضية. سوف يتم استخدام هذه الدبابة اليوم في المعارك. الآن نحن الساعة الثالثة فجرا. نحن الآن مع القائد العملية العسكرية وقائد كتائب الفاروق في مدينة القصير القائد موفق أبو السوس. راح نسأل شوي عن العملية اللي راح تكون اليوم. فيك تشرحنا عن العملية؟ هي عملية ضخمة كثير حسب ما حكيت وعملية نوعية وغير مسبوقة في خطوة من خطواتها. ممكن تحكي لي شوي عن العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا حاجز المشفى في مدينة القصير. هذا المشفى كان يعالج المدنيين والأطفال والنساء. واستغلوا الجيش النظام الأسدي الوحشي وعملوا سكنة عسكرية. صار يقتل فيه المدنيين والأطفال والنساء. طيب شو الأسلحة راح تستخدموها بالحرب مع الحاجزين هدول؟ في غيرهم حواجز راح تضربوها ولا بس هدول الحاجزين؟ لا هدول اثنين حاليا. في نستخدم الدبابات. كم معكم دبابة؟ تنتين. وهذه الدبابات من الجيش النظام الأسدي. قائد أبو محمد، أنا مرافق لكم من عدة أيام وشايفكم ما عم تهدوا أبدا، يعني أوامر هون وتعليمات هون وما شاء الله عدة مجموعات. نعم. ولهلأ مالك نايم ثلث الليل الماضي. الآن الساعة 4:30 تقريبا فجرا والآن متوجه للعمل وأسا المعركة ما بدأت. نعم. كيف تحسن تدير كل هالعمليات هاي مع بعضها؟ أنه بدك تعطي أوامر لرماة القوازف وأوامر لطاقم الدبابة، وهلأ جيت أنت يعني جيت بنفسك مشيت الدبابة ورايحي بنفسك مثلا توزع ذخيرة للناس وتمشي المجموعات تتفقدهم. نعم. كيف تحسن تدير كل هالعمليات هاي مع بعضها؟ الحمد لله رب العالمين، نحن فضينا أنفسنا وأعمالنا كلها لهالشيء هذا، فدا شعبنا وفدا أخواتنا. والحمد لله من البداية نحن أسسنا شباب طيبين وطالعين لله وصرنا نعتمد عليهم نفس الوقت، يعني في إنا شباب كمان عم يديروا الأمور هنا. نعم. أما الشغلات إذا أنت أسست قادة. نعم صارت. يعني صار بتعطي أمرك لهدول القادة وهم بيعطوا أمر لباقي أفراد المجموعة. هون بالنسبة عندنا لمنطقة القصير صاروا الشباب كلهم قادة جزاه الله خير. ما شاء الله. وين أنت صرت هلا؟ يلا علم. شو هذا الصوت الطليع؟ يلا امين يلا حجي. الله أكبر. قدم الفاروق 2/9/2012. الله أكبر. مدين 5 صفير. الله أكبر. ومن نصر لنا عند الله.
ايه ايه وانا بشوي يا جود يلا صوت يا بس الله اكبر اسعد انت بتضل هون محمد ما بتمرق ولا واحد ورانا هنا يا محمد الا اللي بنقول لك عليه جبنا اليوم بس يا محمد السمعان يا الله بس خليك على الوطي روح ورا يلا خليك على الوطي يلا جيب الالغام يلا على الوطي يلا على الوطي انصار يا انصار يلا جيب الدشكة عارفة المشفى اخوي الله شو يا نادي قول لي لا 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 شو هاي العذاب في مدرسة هون هذا مدرسة ميتة بلوك خالص هذا مدرسة خالص؟ ما في حدا بلوك على الخالص بعد تغيير خالص ها؟ هون شو العيال؟ برافو برافو الله أكبر غنائم غنائم كتيبة الفاروق من كتائب الأسد الله أكبر غنائم هذه الغنائم شيل شيل هذا هو رصيدنا مرة يلا من فوق هذا المشفى الذي بناه أهل القصير من قود أولادهم استحله الجيش الأسدي ومن الله عز وجل علينا بعد 3 أيام من المعارك أن حررناه ولكن المشفى الذي يداوي الناس أصبح على هذه الحال الحمد لله رب العالمين تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله بحيي كتيبة الفاروق الله أكبر الله بحيي كتيبة الفاروق الله أكبر الله بحيي كتيبة الفاروق الله أكبر الحمد لله رب العالمين على هذا النصر المبين الحمد لله الحمد لله بقوة هذه الأبطال بقوة هؤلاء الأبطال لقد حررنا المشفى من قوات الأسد الظالمة الحمد لله رب العالمين بجهود المجاهدين والشكر لكل الشباب أبو عمر موفق أبو السوس الحمد لله للكل للجميع لن أذكر أحد الجميع الجميع الله أكبر الله أكبر الله أكبر